في إطار الاستراتيجية المينائية في أفق 2030 وسياسة الأوراش الكبرى التي انتهجها المغرب، انطلقت في أبريل 2013 أشغال بناء وتهيئة الميناء الجديد لمدينة أسفي بقيمة استثمارية بلغت 4 مليارات درهم، منها 41 مليون درهم مخصصة للمراقبة والمساعدة التقنية. ويشكل هذا الميناء حجراً أساساً للقطب المينائي عبد دكالة، ويهدف إلى الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني عبر جعل المغرب قاعدة لوجستية تجاه الدول الأفريقية وباقي القارات، كما يسعى لمواكبة تطور قطاع الطاقة والصناعة الكيماوية بالمنطقة وإعادة التأهيل الحضري لمدينة أسفي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة. ويقع الميناء على بعد 15 كيلومترا جنوب أسفي، وعلى بعد كيلومترين من المحطة الحرارية التي توجد بدورها قيد التشييد لتزويد الجهة بالكهرباء اللازمة مستقبلا. وتشرف الخبرات الوطنية بنسبة 90% على إنجاز وتتبع أشغال البناء والتهيئة التي تتوزع على 3 أشهر رئيسية. يتضمن الشطر الأول من أشغال بناء الميناء الجديد لأسفي إنجاز منشآت الحماية بما في ذلك الحاجز الرئيسي بطول 2263 متر وحاجز ثانوي بطول 777 متر، ويتضمن كذلك إنجاز الأرصفة رصيف الفحم بطول 289 متر على عمق 16 متر ونصف حتى يمكن من استقبال بواخر تصل حمولتها إلى 80,000 طن، ويتضمن كذلك أشغال الجرف إضافة إلى أشغال إعداد الأراضي المسطحة بمساحة 3 هكتارات. المشروع يتوفر على 12 رافعة ذات قدرة الرفع مهمة مجهزة بتقنيات حديثة كالإيكوسكوب جي بي إس بوزي بلوك تساعد على الأشغال تحت الماء. من بين هذه الرافعات هناك 3 رافعات ذات قدرة رفع تصل إلى 800 طن. وسيشكل ميناء أسفي مستقبلا رمزا للتطور المينائي وفرصة للتنمية المجالية والاقتصادية للمغرب، فمن ناحية سيمكن من إبعاد الأنشطة الصناعية عن ساكنة مدينة أسفي التي ستحظى بمينائها الترفيهي لتلتحق بركب المدن السياحية في جهة مراكش، ومن ناحية ثانية سيشكل الميناء إلى جانب المحطة الحرارية القلب النابض لإنتاج الطاقة الكهربائية لتحفيز الرواج الاقتصادي في الجهة. نسبة تقدم الأشغال وصلنا 54%، إذن الحمد لله بدينا كنقربوا من نهاية الأشغال اللي كتم التربة والمواد الأخرى ليتم الإتمام ديال جميع الأجهزة اللي غتكون إن شاء الله رح نرحل في 2017. وفي الأخير فإن ميناء أسفي الجديد يعزز المكانة الاقتصادية للمغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي كأول بلد مصدر للفوسفات ومشتقاته، ويوطد مكانة المملكة كقطب مينائي يقع في قلب الطرق الدولية للنقل المينائي.